السلام عليكم خوتي، أنا ما كنتم وحيثم وجدتم، سلام لكم، تحياتي لكم من عالي المنصورة بقرية الجغليل. القرية معروفة هنا كانت أيام الاستعمار يعني مركز يضم عدد كبير من سكان قرى أهل أولاد عباس الحمراء إلى آخره، وطبعا الناس كانوا يجوا للجغليل. فيها مسجد يقال أنه عمره أزيد من 600 سنة. تابعونا، راح نسوي لكم هذه اللقطات. رحم الله الأموات لهذه القرية والأحياء، ورزق الصحة والعافية لجميع مرضانا ومرضى المسلمين. تابعوني أخوتي. طبعا قرية جغليل ترتفع على سطح البحر بحوالي 1200 أو أزيد، وهذا الجامع اللي قلت لكم، المسجد هذا هنا تاع القرية، كانت المشاكل كاع تاع القرية تحل هنا، ما يروحوا للمحاكم، ما يروحوا للبيوت الشرع تحل هنا في هذا المسجد اللي تم ترميمه. وشوف الناس اللي كانت تخدم وكانت، شوف سبحان الله، غالبية السكان هنا في هذه المنطقة رحلوا إلى المدن، طبعا إلى العاصمة أو الولايات المجاورة من أجل حياة أفضل. أنا من أعالي الجغليل، شوفوا المنصورة كيفاه، المنصورة الكبيرة هاي كيفاه كانت المنصورة، رانا في منطقة عالية جدا، رانا نشوفوا جرجرة لهيه، والله وش قالها حسين، شوف المنصورة كيفاه. ما شاء الله يبارك يعني تشوف حتى المير، حتى بلديه المير تبان من هاي المير وراها، هاي المير سبحان الله، وهالقي جرجره وراها، هاي جرجره نفس الارتفاع. طبعا المنصوره او الملعب تاع المنصوره الباطنيه، هاي المنصوره هاي، طلعنا هناك شوف، جينا نمشوا عليها. اخويا مراد، شحال قاول يسكنوا الناس كلها في المنطقه هذه؟ يا وكانوا، انا لحقت بالك واحد 60 65 هكذاك، واحد يسكن بصح. وين راهم دوكا؟ راحوا كل راحوا فرنسا، راحوا اللي قعدوا هكذا. عادة غالبية السكان هنا في عائلة ميقاري وشيخي هكذا. ايوا هاي والله، يحيوي ايه محمد يحيوي ثاني. وانت واش دير هنا اخويا مراد؟ راني بشيء ايه اسمع، درت ولا شيء هنا؟ راني داير هنا ديار طوعنا. ايه الله يبارك. والعين هذيك وين راهي؟ كانت واحد العين صورتها هنايا، هاي فوق هذه والله يا اخي العزيز، والله يا عزيز اخي العزيز، هذه تكون كون يديروها مناطق سياحيه، الناس تجي هنا. شوف شوف المنطقه سياحيه خويا حسين، الناس تشوف يا خويا كيف كانت هذه، كانت فرنسا استعملها هنا ثانيه. هاي وين كانوا فرنسا يديروا لي مينيسيون تاعهم يخبوا هنا يا هذه هنا دايرين هذوك تاع الحديد هذوك هكذا ايه سبحان الله، ويديروا هنا لي مينيسيون تاعهم فرنسا هنا. هذا الجبال من الرفراف والجماعه هنا عانوا بزاف. هذو الديار هذو اللي منها شكون اللي كانوا ساكنين هنا؟ هذو تاوعنا، هذا شيخي، هذا اي هذه شيخي وهذه شيخي وهذه شيخي واللي قدام هذو اللي رابوا احنا احنا وهذيك وهذيك اللي لهيه. انتم سكنتوا من هيه؟ كنتوا سكنتوا من هيه؟ بس كنا هنا هاي كنتوا تسكنوا انتم هنا في الدار تاع عاشور. علم داروا فيلم هنا واحد الوقت، داروا فيلم ايه ناس كنا احنا عمي صار نسيتو كيف يسموه هذا زون انتيردي. منطقة هذه صح منطقة محرمة، هذه هي المنطقة المحرمة. زون انتيردي هذه. الله يرحم الشهداء ورحم الله شهداء الأمة، الله المستعان. الناس كانت عايشة هنا خوتي. هذو الناس شوفوا الناس اللي أصحاب هذه المنطقة عانوا بكري وعانوا دوك. ورغمتهم الظروف ما هاجروا، يعني شوف سبحان الله كون هنا شوف الطبيعة وشوف هذه والله ما تلقاها حتى في سويسرا. ها خونا داير الخرفان هنا. فهمت؟ فهمت خويا حسين؟ هذه كون داروا منطقة سياحية شوف. بإذن الله شوف نوجه رسالة يعني لسكان المنطقة هذه اللي راهم هاجروا، راهم ما على باليش وين راهم دوك، راهم بارتو. واحد في امريكا، واحد في بريطانيا، واحد في فرنسا، واحد في الجزائر، واحد يرجعوا ان شاء الله لهنا، يعاودوا كل واحد يرمم تاع الدار تاع العائله تاعو. النمط هذا تبقى يعني تولي منطقه اثريه سبحان الله. شوف 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 البناء تاعهم، ساكن جدودنا ربي يرحمهم كيف كانوا يتعبوا. شوف شوف كيف كانوا يتعبوا، يبني حجره فوق حجره بصح. شوف النمط، شوف هندسه بدون ما قراو. شوف ها قريه سياحيه. شوف 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 دايرينها يا اخويا حسين. شوف اخويا مراد شوف كيف كانت الناس الرجال، ها الله يرحمهم، الله يرحمهم ويوسع عليهم. ايه خاوتي دخلنا لكم لهذه المنطقة، صورت لكم من قبل تقريبا فيديو منذ ازيد من 9 سنوات، لكن في العادة افادة. شوف هاي كيف كان سبحان الله، شوف شوف البناء، شوف ما قرا ما والو. شوف اخوتي شوف شوف داير، شوف الشكل هذا، شوف شوف سبحان الله، شوف ها شوف جدودنا الرجال الله يرحمهم ويوسع عليهم. شوفوا كيف هذه ثاني شيخ يا اخويا مراد، والله هذه ثاني دار شيخ. ايه هذه دار شيخ.
هذيك من يتدار الحبوسة. إيه. الحبوسة بركة تعرفوها. عمي يسرحني ولا. شوف بكريوي عندهم فن يخلوا شوف فراغ يخرج ماء والله واحد حنا دوكا لاصق في وحده في وحده سبحان الله يا شوف هذه واش من عند الله هاي وراي واش مسنا 55 هذه 65 يا لك يا خويا 755 يا سبحان الله طبعا شوفوا هنا هنا الحياه هذه باكم وقت فرنسا شباك هذا شوف ها شوف ايه ها شوف سبحان الله هذه المنطقة الممنوعة حقا زون انتيردي ها سبحان الله خوتي اي والله اي انا صورت عندي 9 سنين شوف الناس ربي يرحم هذا سبحان الله خوتي خوتي وراي ايه هذه سبحان الله 47 اشوف والله جيك والله جيك جيك دمعك شوف هذا الناس هكذا الناس الرجاله كي كانت يا خويا شوف سد صح هذه يعني هذه هديه هديه للناس الاولاد القريه هذه اللي راحوا لا هي هديه للجميع مين الناس اللي عندهم يحبوا يطالعوا يحبوا يشوفوا الناس كيف كانت عايشه فهمت يعني هذا قريه نمط بناء مختلف عن باقي القرى كانت جدنا يبنوا هكذا فهمت هكذا البناء شوف سبحان الله ها ما تطيح ما والو دافيه الدار في الصيف باردة وفي الشتاء دافية شوف الحجارة تاع ربي شوف ها شوف خاوتي شوف سبحان الله حجر مبني على حجر خويا مراد واش قلنا هنايا كاش ما تقولنا كلمة شوف الناس ما قراتش بكري شوف يا مراد ها شوف الناس كيف كانت تخدم بكري هي شوف شوف اخويا هذه حجرة خاوتي شوف الحجارة هذيك روسيات سبحان الله شوف هذوك الديار هذوك تاع من اخويا مراد هذوك ديار الحواوس ايه وهذوك الفوق هذوك هذوك الديار تاع شيخي ديارنا هذا ايه شيخي ذاني مرادك اسمه خونا توفيق هذا ايه قول له ديارنا راهي شوف العوده هذيك تعمل شيخ عيسى مقرب ايه لازم نروح نشوف هذه الوقت ما يكفيش راهي تشوف منها عن بعد شوف شوف ها شوف هاي ولا العوده هي بعيده هذه نهار لك لازم تمشي نهار كامل خويا حسين واش تعليق على البيت هذا شوف فيها بنين قلت لك الناس يخلوا فراغ شوف حرمه الجار شوف شوف حرمة الجار شوف شوف خاوتي شوف انها بقى ناس بكري شوف حنا اليوم لاصق واحد لاصق في واحد شوف شوف خاوتي شوف ربي عز وجل كيف داير هذا الحجره شوف فيها جاي حجاره سبحان الله هذه ربانيه كان ينحي منه ويبني ها شوف الرجال الكرفي وكانت الناس هذه بالك بالك نفس السنه بالك في الخمسينات ولا الاربعينات شوف الحجره يعني هذه قديش وكيفاش طلعها قدر يطلع ايه هذه يتعاونوا فيها يتعاونوا فيها شوف كانت تويزا كانت تويزا بكري يا مراد اخويا حسين حسين شوف الناس كيفاه هندسه شوف شوف خاوتي شوف شوف مساكننا الله يرحم الشهداء الله يرحم اللي ماتوا والله الله يرحم الاحياء ربي يشفي مرضانا شوف سبحان الله سبحان الله شوف العين بزاف مراد منا روحوا لها باك الوقت ما يكفيش تجري منا جري منا سبحان الله سبحان الله ثاني دار شيخي راهي البيضاء هذيك هذيك خاوتي هذيك دار شيخي هذيك ايه شوف الجبل هذا هذه كانت فرنسا هنا دايره كرح ايه هنا الناس ماتوا الناس لا في ساكنة فوق غادي يخبوا فيهم على باليش هذاك اسمه مطمور وهذاك المطمور ما لقينا مكان ما لقيناهمش هنايا انت واش تاع الذهب تاع الفضة لا لا كازمات لا لا تاع ايه هذا كل المطمور وكوفي لازم تعرف تحاشا الكوفي تاع الارض ايه يديروهم فوق اللي يديروهم في السماء هكذا ايه كاينين كاينين هذوك هذوك قليل وانت قام كاينين هم ما كاينين شوف هذا الماء بكري كاين الماء هنا مراد هذا كنت كيف تشتا كي تقوى العين هذا تجي نشفى ايه نشفى له ساقي تنقاو هاو لك الماء شوف سبحان الله هذه كانت ساقي هنا عنصر كاين الماء بكري ها خاوتي شوف خوتي شوفوا سبحان الله يا خوتي ما شاء الله شوف شوف سبحان الله مناظر جميلة جدا خوتي راح نشارككم هذا المقطع إن شاء الله الله يعجبكم من المنطقة المحرمة شوف هذا بالك كان بسانة مراد نحاول هذا راحت مع موليا الماء والماء يا خويا مراد الناس كانت اسمح لي يا حسين
الأرض هذه. شوفوا خاوتي كيف كانوا الناس ما تقراش لكن عندها مخ. شوف شوف الحجرة كيف يبني. شوف البناء خاوتي شوف 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 سبحان الله شوف النظام كيف. شوف خاوتي بطين لا با لا سيما لا ولو يا سبحان الله. ها شوف خاوتي ان شاء الله تعجبوا هذه المناظر ان شاء الله دعوتكم ان شاء الله ان شاء الله خاوتنا اللي الاحياء والاموات وربي يحفظكم ان شاء الله ان شاء الله. شوف خاوتي كيف كانت الناس عايشه. ها شوف هذو الرجال ربي يرحمهم مساكن ها سفره وبكري قاسوا وربوا اجيال ومساكن كانوا ميزيريه كان الواحد يعيش عشره دوك اللي عايش روحو راهو مليح فهمتوا خاوتي. هذه بالك الشباك من وقت فرنسا كان هنا منطقة هذه عانات خاوتي عانات منطقة. شوف هذه المنطقة كلها من المنصورة حتى عالي الزيتون الحمراء قصدي الجغالي الحمراء المزيرعة ولاد عباس الزيتون هاي قرى معروفة عانات وكما تعرفوا جبل الرفراف هم يعرفوه هذا كل اللي ضربوه بالنابالم والناس ماتت فيه لكن مع الأسف هذه منطقة تبقى مهمشة مهمشينها المسؤولين مهمشينها أهاليها مهمشة مهمشة مساكنة علاش أهاليها ما عندهمش حياة وين يعيش هنا وش يجيب فهمتوا بكري كانت زراعة كانت مع الأسف على بالك اليوم صلينا صلاة الاستسقاء ربي إن شاء الله يرزقنا صيبا طيبا. راح نشوفوا العين هذه يا حسيني العين ها شوف الناس بقات شحال بقاو هنا السكان مراد ستة شحال كانوا هنا بكري إيه راحوا للعاصمة راحوا إيه هاي الزبالة كما تقولوا أنتم بكري حشاك كرامك الله كلام الغبار ها الغبار ها ها الغبار الطبيعي ها إيه يا خويا هذا نصر هذا شكون نصر هذا هو نصر بوغاري بوغارية اسم بوغاري وش راك وش راه لاباس هو اي الحياة إيه راك على المباشر واش راك كلمه الناس يشوفوك السلام عليكم واش راك واش الحياه هنا انت انتهي الحياه الله يبارك هكذا إيه؟ ربي يعطيك ما تمنى راك كيف تلاقينا ذاك العام العين العين مازال تمشيه مازال تمشي راه يشوفوك جماعتك كما اسمه توفيق جماعه راح يشوفوك واش تقول لهم ان شاء الله يا ربي المهم سولي عليه وقول له قال لك راهي البلاد مسقمه وكل شيء ما لازم هيا الله يبارك العين مازال تمشي مازال تمشي ربي يقدرك الله يحفظك المهم نقول له يسال عليك يا وليد عمتك وان شاء الله نتلاقاو في الخير. يسال عليك خويا توفيق وبصحته ما شاء الله رانا في العين تاع اجغايل. تهلا في روحك. شكرا. السلام عليكم. كلابه يا الله يعس يا خويا الحارس الامين. ها ها والحارس الله يبارك ها خوتي المنظر هذا نادر نادر ما تلقاوش غير هنا في الجغايل ولا في القرى هذه اللي محافظه على هذا البناء هذا سبحان الله كانت منطقه ممنوعه محرمه كما يقولوا. خوتي شوفوا شوفوا ما شاء الله شوفوا خوتي شوفوا المنظر هذا راح تشوفوه في الجغاليل هذه القريه صورتها منذ ازيد من 9 سنوات شوف غروب احلى غروب هنا شوفوا خوتي شوفوا صورتها في خريف 2013 ولا 2009 شوفوا خوتي بكري كيف الناس كانت عايشه هذا ما طبيعي هنا تشرب الحيوانات كما نقولوا البهائم هنا هذه العين شوفوا هكذا بكري ها هاو الماء سبحان الله ها المهم ربي يحفظكم خاوتي فرصه اخرى خونا حسين قلنا كلمه سي حسين واش راك يا حسين خويا رانا في المنطقه المحرمه ها اي وير واش تحكي لنا على دينا نشوفوا يعني هكذا بلاصه كيما هذه ولا ما خلينا رعطينا وما رعطينا هكذا الله رعطينا واش عليه واش عليه رانا صورنا فيه خير وبركه اه والله يبارك فهمت يعني لنا يعني حصه تاع حنا في حنا ومجموعه الخطوه يعني. ربي يحفظك خويا تهلا في روحك ما شاء الله خوتي شوف الناس كيف كانت عايشه اي شوف شوف كيف بانين تباكم بناء عادي لكن ما شاء الله شوف هذه ما تلقاهاش حتى في الاثار الرومانيه فهمتوا سبحان الله الناس كيف كانت عايشه خوتي شوف هذه كانت عاز هذا الزقاق هذا كانوا عايشين فيه ناس هذا الحي كانوا عايشين فيه ناس سبحان الله شوف خوتي دايم لله الدوام لله شوف خوتي
ها ربي يرحم ربي يرحم ربي يرحم. سلام.